الآن حان الوقت مشاهدينا الكرام للتقييم وتقييم حلا أم علي وطبخة أم علي مع أحلى وأجمل المتسابقين ترك الغانم أحمد باسهل وأبو سند أبو تميم آسف السنيدي. يا ترى من سيرفع الراية الحمراء أو الراية الرمادية أو الراية السوداء ويواصل معنا هذا المساء والأسابيع القادمة؟ أم من الذي سيخرج خاسرا هذه الليلة؟ الطبق خاسر طبعا ولا الشخص إن شاء الله مو بخاسر. ها جاهزين أعضاء اللجنة الكرام؟ جاهزين. الشيف عبد الصمد هوساوي، الشيف علي اليوسف، والشيف محمود سلطان أبو سلطان. حياك رب. استعنا بالله، تفضل يا أبو عبد الصمد. توكلنا على الله. وتفضل يا أبو يوسف. نروح نتذوق. وتفضل يا أبو سلطان. عندنا هؤلاء ما شاء الله الطباخين العالميين. يعطيك العافية. بس. الله يوفقكم ما شاء الله تبارك. رشفتين. لا إله إلا الله. أوه في قهوة. ما شاء الله. شو الحركات هذه؟ صوت طبخ أم علي ما شاء الله يعطيك العافية. شكل جذاب إن شاء الله يقول قد الطعم بس. بإذن الله قد يقول الطعم. يلا يا حبيبي. ايه الدوق صح. ايه روح تحت. ايه. يعطيك العافية. يا هلا يا هلا يا شيخ. هلا بالدكتور. حياك الله يا مرحبا. شلونك؟ هذا جوز انت. يا جماعة مع بعض حاولوا تمشون مع بعض تكفون. امشوا امشوا مع بعض. هذه الكاجو. حاسس في شيء غريب ولا؟ اشوف والله طيب هو في مطب. اتوقع انه مكسرات كانت مالحه. عجنه. الذكي اللي تخلص من الملح حق المكسرات. انا غسلتها. نعم؟ انا غسلتها. مسكينه. سنيدي غسلتها ولا لا؟ تصير صريح بزياده يا صمت. والله أشوف علي اليوسف ومحمود سلطان طهاة العالميين أشوفهم مشغولين. لازم تقرب الطبخ فوق تحت تشوف هي معجنة ما هي معجنة، المكسرات مجروشة ما جرشت. ضروري عشان ما تظلم أحد. يا سلام فكرة السكر حلوة فكرتك هذه. ولو تغير وجه محمود أبو سلطان وجهه تغير شوي تسنه صار فيه عليه كدرة. أنا فاجأت إنه مدخل شيء جديد اللي هو السكر. هذا شيء جميل بصراحة، هذا ابتكار اسمه ابتكار. ابتكار حلو بس بعيد عن يعني الطبقين بعيدين عن بعض ما له علاقة لا بالسكر ولا بال. كيف يعني؟ عادي ما له علاقة الاثنين ببعض. الآن الشيف إبراهيم أبو إسماعيل. حيو أبو إسماعيل. حيو حيو أبو إسماعيل. حيو حلو. طبعا لو تلاحظون انه احنا طبعا عندنا اربعه لجان التقييم، ثلاثه لجنه الحكام واربعه الرابح اللي هو ابو اسماعيل محمد ايضا مقيم ومقرر. بس كل واحد وذواق لها دور طبعا، الوقت له دور، الطعم له دور، والشكل له دور. البنود الطعم له اللي هو ذواقه، والشكل له دور، والوقت له دور، والنظافه ايضا لها دور. يا حرق ابو يوسف الامور تبشر خير ولا اقصد في تفاوت كبير بين الثلاثه ولا لا؟ والله في تفاوت، كل واحد عنده مشكله. يد